السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في مطبخ نيمو الرفاعي. النهاردة هنعمل رز بلبن جميل جدا وزي بتاع المحلات بالظبط، ما فيش عنه اختلاف. طريقة سهلة وجميلة جدا وكل إن شاء الله هيعرف يعملها. تعالوا يلا نشوف المقادير والحاجة اللي هنعمل بيها رز بلبن. أول حاجة معايا كوباية رز، اللي هي كوباية المية كوباية، ومعايا كوبايتين سكر، اللي هي زي دي بتاعت الشاي دي. لو عايزة الرز باللبن مظبوط، لو عايزاه مسكر قوي يبقى 2.5 كوباية، ودي 5 معالق نشا كبار، ومعايا كيلو لبن. هنجيب مية ونخليها تغلي ونروح ضايفين ليها الرز، 1 كوباية الرز، ونقلبها تقليبة كده ونروح سايبينها بقى لغاية اما الرز تطرى خالص. بقى دي كده الرز طري اهو، هننزل بكوبايتين السكر ونقلب كويس. نخلي السكر قبل اللبن عشان خاطر لو حطيناه بعد اللبن اللبن هيصفر. بعد كده نحط شوية مية على النشا ونقلب نجهزها يعني. بعد كده بقى ايه، نجيب اللبن ونضيفه على الرز والسكر كده. بعد كده نقلب كويس. بعد كده انا شفت الحياء بتاعه، لقيت ان هو ناقص سكر، رحت ضفت بتاع 1/2 كوباية تاني، يعني انا كده ضفت 2.5 كوباية سكر. بس كده حقيقة مظبوط. اروح بقى نازله بايه، بنشا بمية وقلب كويس ولغاية ما يتقل معايا، وأول لما يقلب أروح طفي عليه على طول. هو كده تقل معايا اهو، أول لما يقلب أروح طفي عليه على طول بس، وأجهز بقى الأطباق وأغرف على طول. ممكن برضو لو عايزاه اللي هو الرز بلبن فرن، ممكن تحطيه في قلب صينية او فخار اي يعني المتوفر عندك، وتروحي بعد كده حاطه فيه الرز بلبن، بعد كده مدخلاه الفرن ياخد وش بس. ده لو لكن بقى في ناس بتحبه تقيل، اللي بتحبه تقيل تضيف له معلقة سمنة على الوش كده او قشطة. بصراحة كيلو اللبن عمل معايا كتير، كمان الاطباق اللي انا غرفة فيها اطباق كبيرة، في اطباق كبيرة وفي اطباق صغيرة، حتى انتوا هتشوفوا الفرق دلوقتي. بصراحة عملت معايا شوية حلوين جدا، بسم الله ما شاء الله.
اللي على الصينية دي هي دي الأطباق الصغيرة، هتشوفوا انتوا دلوقتي الأطباق الكبيرة دي وردية لزوم التزيين بقى وكده، يعني ادي هي الأطباق الكبيرة. بصراحة كانت جميلة جدا وطعمها جميل وزي بتاعة المحلات بالظبط. جربوها وان شاء الله تدعولي، وما تنسوش اللايك والاشتراك. وبألف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.